السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين السلام على مهدي الأمة. إنها مسلمة في أعماقها علي بن أبي طالب والولاية، وهي تستمد القوة من الولاية. وين إحنا؟ شو عدنا؟ أول ما أجينا ضربنا الولاية ودمرناها بالعراق، ودعاياتنا ودجلنا وكذبنا. لذلك حينما أمريكا تفزع الطيران الإيراني، المفروض من هذه اللحظة نقول لأمريكا كذا واخرجي مذمومة مدحورة إلى الأبد. خلنا نشوف ماذا قال هذا الدجال أبو علي الشيباني. ولكم البيت الأبيض رايح عن معلمي يقول سيصبح أسودا. خلنا نشوف إذا أصبح أسود شو عندكم؟ وين تروحون أنتم محمد بن سلمان وهاي الجوجة؟ وين تروحون؟ وين تروحون؟ ستنتصر الفقراء، لأن بعد ما عندكم ملاذة، بعد ما عندكم واحد ينصركم يا خونة، بعد ما حد واحد ينصركم تهبوا عليكم الناس. ما عندكم تروحون لسوريا تقطعكم تقطع، وين تروحون لإيران نسويكم تشريب، وين تروحون؟ لذلك الفرصة اجت مرة لكم فقنتوها ألف مرة، وأنا أترك الخضر يعلم موسى كيف لا يرتفع. ما دام الخضر موجودا موسى أرفع منه وأكرم، ولكن حينما يريد الخضر أن يكون أرفع يقول له إني أعلمك ولكني عبد ما زلت، وأنت تريد أن تتنازل عن العبودية، فأنا أعرف وأرى ربي، وأنت كل يوم تستدعيه فلا تراه، أنا ربي معك وأنت تستدعي ربك كلما مر بك ضيق، أما أنا لا أستدعيه، أنا عصاتك كنت وأنا الذي حملتك في البحر، ولذلك الخضر بالبحر يقولون، وأنا الذي أرجعتك إلى أمك يا موسى، وأنا الذي حلت بين بطش فرعون بك، أنا الخضر، أنا عبد إمام الحجة، أرسلني إليك لأكون لك عونا ولأمك، وحينما تضيق الأرض بك بما رحبت يا موسى، نحن العبيد لا نريد جزاء ولا شكورا، وأنت تطلب الجزاء والشكور، فأسفرت عن وجهي حتى تراني، فوالله لو لم يرسلني إليك لن تراني على الأطلاق، فأنا من حملك وأنا من أنقذك وأنا من حماك، فماذا تريد بعد هذا؟ وأنا أعلم منك، ولكن عليك أن تكمل الرسالة، فلي فيك مآرب أخرى وليس في عصاتك. ولذلك حينما يقول معلمي أمضي إني لي فيك مآرب أخرى، أقول سمعا وطاعة، فلن يردني لا عوي أمريكا ولا كلابها. كم كلب في أمريكا يقول أن حزب الله عليه أن يبتعد، بأم شيء يبتعد؟ وين يشيل حزب الله؟ يروح وين؟ يروح لليونان؟ وين يروح يا جماعة؟ وين يروح؟ تطونا ضمان إسرائيل ما تهاجم القرى اللبنانية؟ شابوية قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما رجعتكم فلسطين، أنتم المسيحيين ما رجعوا لكم بيوتكم؟ هذا دليل انكم عميان وما تشوفون، بس لانه الامريكي والاسرائيلي اصبح ربيبا لكم، فنعم الربيب الكم ولبئس العبيد انتم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا والدليل وعينا حتى تسكنه.